السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الشمالي الغربي من السلطنة توجد محافظة البريمي، والتي كانت تعرف قديما باسم توام، وهي عبارة عن سهل شبه صحراوي ينحدر من السفوح الجنوبية لجبال الحجر الغربي. المحافظة تبعد عن محافظة مسقط بنحو 370 كيلومترا، ويمكن الوصول إليها عبر طريقين رئيسيين، الأول هو طريق الظاهرة عبر حفيت، والثاني هو طريق الباطنة صحار وادي الجزي. تتكون محافظة البريمي من ثلاث ولايات هي البريمي والسنينة ومحضة، التي نقدم لكم اليوم منها هذه الحلقة، كونها تتميز بموقعها المهم وتعدد معالمها السياحية والطبيعية. نرحب بكم في برنامجكم عمان في أسبوع، والبداية مع المحطة الرئيسية، وفيها نتابع استقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي قام بزيارة دولة للسلطنة بدعوة كريمة من عاهل البلاد المفدى. تفاصيل أكثر مشاهدينا حول هذه الزيارة وغيرها من الفعاليات نتابعها في الدقائق التالية، فتفضلوا بالبقاء معنا. يا بلاد يا روح هدات، يا حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة، ونجاهر بحبك علن يا عمان ما غيرك وطن. يا بلاد يا روح هدات، يا حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة، ونجاهر بحبك علن يا عمان ما غيرك وطن. حبك في هالعرق انكتب، ما له تفسير وسبب، حبك فلج فينا انسكب، قديم من عمر الزمن، يا عمان ما غيرك وطن. انت تاج لعمان، أنت تاج لعمان، أنت في العرب زعامة، أنت تاج لعمان، أنت تاج لعمان، أنت في العرب زعامة. ولقد ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر كانت عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي، وهي لم تتوانى يوماً في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام، وإنها لجديرة بكل تقدير. هنا التاريخ من أعلى قمم يرقى بها الإنسان، أخذ من دفتر الأزمان صفحة ثم كتب فيها إلى مولاي إلى السلطان، إليكم يا زعيم عمان، سلام الأرض واليم وسما وسحب مغطيها، تحية طيبة عقب العقود ورعدها الحنان. كثر ما السلطنة بمجادكم تزهو أراضيها، تعاظم شان شعبك كيف لا، وانته عظيم الشان، معظم بالسمو بالفكر بالحكمة ومباديها. لقالوا من كفوا للسلم يخمد ثورة البركان، شهد هالعالم بأسره بأن قابوس راعيها، شموخ وهيبة وطيبة ترجح كفة الميزان، وقدر للغرث قال المزن في الناس من شيها. وأما بعد فينا من الولاء والشكر والإيمان. وقابوس أسس للعزم صرحا، فالحق نهجا طويلا
استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي قام بزيارة دولة للسلطنة استغرقت 3 أيام. وقد أجريت لفخامة الرئيس المصري مراسم استقبال رسمية، فلدى وصول الموكب المقل لفخامته إلى مبنى الاستقبال عند بوابة مسقط كان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أعزه الله في مقدمة المستقبلين والمرحبين بفخامة الرئيس. كما كان في الاستقبال بمعية جلالته كل من معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل، ومعالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. عقب ذلك استقل جلالة عاهل البلاد المفدى وضيفه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الموكب الذي أقلهما، وقد حفت به كوكبة من الفرسان حتى بوابة قصر العالم العامر.
ولدى وصول الموكب المقل القائدين مدخل قصر العلم العامر، عزفت موسيقى الحرس السلطاني العماني المقطوعة المنتظرة في حين نفخت الأبواق لدى وصول الموكب إلى ساحة ضيافة قصر العلم العامر. بعدها اصطحب جلالة السلطان المفدى فخامة الرئيس المصري إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامة الضيف. وعقب عزف السلام الوطني المصري، صافح جلالة السلطان المعظم أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. كما صافح فخامة الضيف مستقبليه من الجانب العماني، حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو ورئيس مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وأعضاء بعثة الشرف المرافقة لفخامة الضيف. Thank you.
بعد ذلك توجه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وضيفه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى المجلس لتناول القهوة وتبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الطيبة التي تربط السلطنة وجمهورية مصر العربية والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والمصري الشقيقين. حضر اللقاء من الجانب العماني صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامة الضيف، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل، ومعالي درويش بن اسماعيل بلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وسعادة السفير الدكتور علي بن أحمد بن حارب العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. كما حضر اللقاء من الجانب المصري الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. هذا وأقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بضيافة قصر العلم العامر حفل عشاء رسميا تكريما لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارة فخامته للسلطنة. وقبيل حفل العشاء تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أيده الله وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الهدايا التذكارية، وذلك بمناسبة زيارة فخامته للسلطنة. حضر حفل العشاء أصحاب السمو ورئيس مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب سعادة الوكلاء وأصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي لدى السلطنة وعدد من أصحاب سعادة السفراء بوزارة الخارجية وعدد من شيوخ وأعيان محافظة مسقط وعدد من كبار الضباط العسكريين. Thank you.
وفي اليوم الثاني من الزيارة أقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ببيت البركة حفل عشاء خاص تكريماً لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارة فخامته للسلطنة. حضره عدد من أصحاب المعالي وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية. بعد ذلك ودع جلالة السلطان المعظم فخامة الضيف الذي اختتم زيارته للسلطنة يوم الثلاثاء متمنيا له عودا حميدا إلى بلاده بإذن الله تعالى، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة كل التقدم والرخاء والازدهار. وقد أعرب فخامة الرئيس المصري عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحيط بها ووفده المرافق خلال فترة زيارته، متمنيا لجلالته دوام الصحة والسعادة وللشعب العماني طرار التقدم والرقي في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. هذا وأشاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالمباحثات التي أجراها مع حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، معربا عن خالص شكره وتقديره لجلالته والحكومة والشعب العماني على ما حظيت به هذه الزيارة من اهتمام وتقدير يعكسان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين في البلدين. جاء ذلك خلال استقبال فخامته بمقر إقامته بضيافة قصر العلم العامر صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة فخامته للسلطنة. وأعرب فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عن إعجابه بما شاهده من معالم في السلطنة إلى جانب التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد بقيادة جلالة السلطان المعظم أبقاه الله. من جانبه أكد صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء على أهمية زيارة فخامته والوفد المرافق له للسلطنة لما لها من آثار إيجابية على صعيد العلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين، مشيدا سموه بدور مصر الدائم في تدعيم أواصر الأخوة والصداقة مع السلطنة. وقد تم خلال اللقاء استعراض عدد من الأمور المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات والارتقاء به إلى المستوى الذي يحقق طموح الشعبين الشقيقين. وسوف تواصل اللجنة المشتركة بين الجانبين تفعيل ما تم التوصل إليه بين القيادة في البلدين من توجهات. حضر اللقاء من الجانب العماني معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامة الرئيس الضيف، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، وسمو السيد كامل بن فهد آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. كما حضره من الجانب المصري أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية. هذا وقام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة إلى جامع السلطان قابوس الأكبر، وذلك في إطار زيارته للسلطنة. وقد استمع فخامته والوفد المرافق خلال الزيارة إلى إيجاز عن تاريخ بناء الجامع، وتعرف على التصاميم التي بني بها والتي تضم نماذج لمختلف التصاميم المعمارية العمانية والإسلامية. كما تعرف فخامته خلال الزيارة على المرافق التي يضمها جامع السلطان قابوس الأكبر كمعهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات والمرافق الأخرى. وفي ختام زيارته للجامع قام فخامة الضيف بتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن إعجابه بما يضمه الجامع من تصميمات رائعة وفنون معمارية، مشيدا بالجامع الذي يعد نموذجا متميزا لفن العمارة الإسلامية ودوره في دعم وتعزيز الدراسات الإسلامية. كما زار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية دار الأوبرا السلطانية مسقط،
واستمع فخامته إلى موجز عن الدار والمرافق التابعة لها وطبيعة العروض التي تقدمها وبرامجها على مدار العام والتجهيزات التي تضمنتها والتي تعد من أحدث التجهيزات المستخدمة لعروض الموسيقى العالمية. وتعرف فخامة الضيف خلال تجوله في مسرح الدار والمرافق الأخرى على الثراء المعماري الذي تتميز به الدار وقدرتها على المزج المتناغم بين الإرث الثقافي المعماري العماني والثقافة المعمارية من قارات العالم المختلفة، كما اطلع على الدور التي تقوم به دار الأوبرا السلطانية في المجال الثقافي وما تقدمه من فنون كلاسيكية عالية المستوى. وفي ختام زيارته للدار قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار أشاد فيها بدور دار الأوبرا السلطانية مسقط والتي تعد مركزا رائدا في مجال الفن والثقافة، مشيرا إلى أن الدار تقدم برامج فنية وثقافية متميزة ودورها في تقديم صورة حضارية وفنية ملهمة تعكس ما يتميز به الشعب العماني الشقيق من رفعة ورقي ثقافي. كما قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لفخامته بزيارة إلى متحف قوات السلطان المسلحة بقلعة بيت الفلج، واطلع خلالها والوفد المرافق له على المخطوطات التاريخية ذات العراقة العمانية التي تجسد حضارة عمان عبر التاريخ وما تبرزه من شواهد ومحطات تاريخية للعسكرية العمانية. واستمع فخامة الرئيس إلى شرح واف عن التطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. وفي ختام زيارته سجل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في سجل كبار زوار المتحف عبر من خلالها عن سعادته بزيارة متحف قوات السلطان المسلحة الذي تحتضنه قلعة بيت الفلج ذات التاريخ العريق وما يعرضه المتحف من مسيرة التاريخ العسكري العماني. هذا والتقى فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بضيافة قصر العلم العامر بمسقط مع عدد من رجال الأعمال العمانيين. تم خلال اللقاء طرح آلية الاستثمار في عدد من القطاعات مثل قطاع التعدين وقطاع الموانئ والمناطق الحرة، كما تم تبادل الأفكار التي تتعلق بحركة الطيران بين البلدين الشقيقين وزيادة هذه الحركة بالإضافة إلى فكرة تفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين والفرص المتاحة في الصناعات الغذائية والبتروكيماويات. سألوا المحبة في عمان وشعبها من بعد حبك للقدير العالي، من يا ترى تختاري؟ فتهللت فرحا وطاب سناؤها إذ أعلنت قابوس سيد داري.
ونواصل مشاهدينا تقديم ملفات هذه الحلقة والتي تأتيكم اليوم من ولاية محضة بمحافظة البريمي التي تضم عدداً من القلاع والحصون الدالة على عراقة تاريخ السلطنة. في ولاية محضة توجد عدد من الأفلاج الشهيرة كفلج محضة وفلج الخطوة وفلج نوي وفلج شرم، كما تضم الولاية مناطق سياحية وأودية شهيرة تعتبر ذات جذب سياحي للزوار من داخل السلطنة وخارجها. ومن أهم هذه الأودية وادي شرم ووادي الخطوة ووادي خميس ووادي القحف وغيرها، كما تحتوي ولاية على العديد من المتنزهات مثل متنزه مدل ومتنزه الكهف وغيرها من المتنزهات. مشاهدينا، الدقائق التالية تتضمن العديد من الموضوعات، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أن تكونوا موضع ترحيب أينما كنتم، أن نقدم لكم أكثر وأكثر، أن نقدم لكم الأفضل، وأن نقدر وقتكم الثمين، وأن نساهم في رسم مستقبل زاهر لكم. أصالة للأعمال المصرفية المميزة من بنك مسقط. أولوياتنا تقديركم ومكافأتكم. بنك مسقط، هيا ننجز أكثر. حياة للمياه تنفذ العديد من مشاريع الصرف الصحي الضخمة، وذلك من أجل ربط جميع المساكن والمنشآت في محافظات السلطنة بشبكات حديثة للصرف الصحي وتوصيلها بطرق صحية إلى محطات معالجة المياه لتدويرها وإعادة استخدامها في مجالات الري والزراعة. مشاريع الصرف الصحي بجميع محافظات السلطنة عدا محافظة ظفار تعد من مشاريع البنى الأساسية الضخمة التي ستشكل إسهاماً كبيراً في سبيل لتحسين الصحة العامة. حياة للمياه، عمان أكثر اضطراراً وصحة. تعزيز العلاقات يتطلب أجيالاً متعاقبة، لكننا وكونكم شركاءنا في رحلة التميز حققنا كل هذا في 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة إنجازات متميزة، حيث الرؤية تحدد ملامح العمل والاجتهاد ينال التقدير، والشفافية تعزز قيم النزاهة، والتفاني يدفع بعجلة النمو، والالتزام يشجع على المسؤولية، والتميز يعجل بخطط التوسع، والتمسك بالعقيدة يلهم للتطور، والاستراتيجية ترتقي بالأداء، والجودة ترسي المعايير، والطموح يحفز للابتكار. إنها 10 سنوات من الإنجاز،
ولكن مسيرة رحلتنا معك قد بدأت للتو. الحرية العظيمة في هذا الكون هي نافذة تفتح للقاء الإنسان بالإنسان، وما حريتنا إلا من عمق فكركم للتسامح وللسلام. ومنذ الخليقة كانت عمان فخار المكين وفخر المكان، ومنذ الخليقة كانت عمان فخار المكين وفخر المكان. فضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، ترأس اجتماع مجلس الوزراء الموقر ببيت البركة العامر، وقد استهل جلالة السلطان المعظم أبقاه الله الاجتماع بالتوجه إلى الخالق عز وجل بالحمد والشكر والثناء لما أنعم به على عمان من تقدم ونماء وازدهار، سائلنا المولى سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعم على البلاد وأن يكون هذا العام عام خير وبركة. ومن ثم تفضل جلالته عزه الله باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي أبدى جلالته ارتياحه وتقديره لما تبذله الحكومة من جهود متواصلة أدت إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في مسيرة التنمية الشاملة التي تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتحافظ على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إلى جانب تركيز الاستثمار في المشاريع الداعمة لسياسات التنويع الاقتصادي، مشيدا جلالته بتعاون المواطنين في إنجاح برامج وخطط التنمية. كما أثنى جلالته حفظه الله ورعاه على الجهود المبذولة في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، مؤكدا عزه الله في هذا الصدد على أهمية تأهيل الشباب وإعدادهم للالتحاق بالعمل الذي يوفر لهم حياة كريمة. وفي إطار استعراض حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله للتطورات الإقليمية والدولية، تفضل جلالته فأكد على أن السلطنة تواصل مساعيها الحميدة لدعم الجهود المبذولة لتعزيز التفاهم والحوار في حل كافة القضايا، وبما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة. وفي ختام الاجتماع تفضل جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين، وأسدى توجيهاته الكريمة لكافة مؤسسات الدولة بمواصلة الجهود تحقيقا للأهداف المرجوة، متمنيا جلالته للجميع التوفيق لما فيه دوام الخير والازدهار لعمان وشعبها اللبي. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. تسلم الرسالة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه سعادة محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة. جرى خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه،
شارك صاحب السمو السيد سعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان في حفل افتتاح فعاليات المهرجان الوطني السنوي للتراث والثقافة في دورته 32 الجندرية وسباق الهجن السنوي الكبير الذي يقيم في العاصمة السعودية الرياض. وخلال فعاليات الحفل استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية صاحب السمو السيد سعد بن طارق آل سعيد، حيث نقل سموه خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنيات جلالته الطيبة له بالصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام الرقى والنماء. من جانبه أبلغ خادم الحرمين الشريفين سموه نقل تحياته إلى أخيه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني بالمزيد من التقدم والرخاء. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، ترعى معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم حفل تتويج الفائزين بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2017-2018 في 11 من شهر فبراير الجاري بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. وتشارك في هذه النسخة من الجائزة 20 منشأة صناعية من مختلف محافظات السلطنة، وتركز على تقييم المنشآت الصناعية المشاركة عبر العديد من المعايير كالقيادة وعملية الإنتاج والعملية التصنيعية وعلاقة المزود بالزبائن والابتكار في العمليات التصنيعية، إضافة إلى الأداء الصناعي والمالي للمصنع والتسويق للمنتج. سألوا المحبة في عمان وشعبها من بعد حبك للقدير العالي، من يا ترى تختاري؟ فتهللت فرحاً وطاب سناؤها إذ أعلنت قابوس سيد داري. لأن الوقت يعني لك الكثير، انعم بخدمات مصرفية حصرية. لأن للأشياء الثمينة لديك قيمة، استمتع بخصومات حصرية. لأن راحتك تأتي أولاً، تمتع بمزايا حصرية تعزز حياتك. ولأن طموحاتك كبيرة، احظى بجوائز حصرية. الجوهر للأعمال المصرفية الحصرية من بنك مسقط، عالم من المزايا الحصرية. بنك مسقط، هيا ننجز أكثر. حياة للمياه تنفذ العديد من مشاريع الصرف الصحي الضخمة، وذلك من أجل ربط جميع المساكن والمنشآت في محافظات السلطنة بشبكات حديثة للصرف الصحي وتوصيلها بطرق صحية إلى محطات معالجة المياه لتدويرها وإعادة استخدامها في مجالات الري والزراعة. مشاريع الصرف الصحي بجميع محافظات السلطنة عدا محافظة ظفار تعد من مشاريع البنى الأساسية الضخمة التي ستشكل من كبيرا في سبيل تحسين الصحة العامة. حياة للمياه عمان، أكثر اضطرارا وصحة. تعزيز العلاقات يتطلب أجيالا متعاقبة، لكننا وكونكم شركائنا في رحلة التميز حققنا كل هذا في 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة إنجازات متميزة، حيث الرؤية تحدد ملامح العمل والاجتهاد ينال التقدير، والشفافية تعزز قيم النزاهة، والتفاني يدفع بعجلة النمو.
والالتزام يشجع على المسؤولية، والتميز يعجل بخطط التوسع، والتمسك بالعقيدة يلهم للتطور، والاستراتيجية ترتقي بالأداء، والجودة ترسي المعايير، والطموح يحفز للابتكار. إنها 10 سنوات من الإنجاز، ولكن مسيرة رحلتنا معك قد بدأت للتو. نواصل تقليب صفحاتنا المحلية لهذا الأسبوع من برنامجكم عمان في أسبوع، والذي نقدمه لكم اليوم من ولاية محضة بمحافظة البريمي. هذه الولاية تشتهر بكونها ولاية زراعية، حيث تمثل الزراعة مصدر دخل وخير وفير لأبناء الولاية. كما تشتهر ولاية محضة بعدد من الحرف التقليدية مثل الغزل والنسيج والسعفيات. في الدقائق التالية مشاهدينا نواصل تقديم فقرات هذه الحلقة، فنرجو البقاء معنا. العمانيون منذ القدم صناع حضارة، ولهم موروثهم التاريخي العظيم وانفتاحهم على الحضارات الأخرى عبر البحار والمحيطات وسعيهم إلى التواصل مع الآخرين وتبادل المنافع المشتركة معهم، ما يؤهلهم ليكونوا قدوة ومثلاً في مجال التطور المتسارع والتقدم المتنامي والقدرة على مواكبة العصر والأخذ بكل جديد مفيد فيه من أفكار مستنيرة وعلوم نافعة وتقنيات متجددة، مع التمسك دائماً بالقيم والمبادئ الرفيعة التي يؤمنون بها والتقاليد والعادات الأصيلة التي نشأوا عليها. هنا التاريخ من أعلى قمم يرقى بها الإنسان، أخذ من دفتر الأزمان
صفحة ثم كتب فيها إلى مولاي إلى السلطان إليكم يا زعيم عمان سلام الأرض واليم وسما وسحب مغطيها تحية طيبة عقب العقود ورعدها الحنان كثر ما السلطنة بمجادكم تزهو أراضيها تعاظم شان شعبك كيف لا وانته عظيم الشان معظم بالسمو بالفكر بالحكمة ومباديها لقالوا من كفو للسلم يخمد ثورة البركان شهد هالعالم بأسره بأن قابوس راعيها شموخ وهيبه وطيبه ترجح كفة الميزان وقدر للغرث قال المزن في الناس من شيها وأما بعد فينا من الولاء والشكر والإيمان سلام 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 حياة درة في جبين الزمان سلام 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 حياة درة في جبين الزمان يا هامة المجد يا موطني يا من لها العز والصول كان يا معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أن قطاع الطيران يشهد إعادة هيكلة عامة في مؤسساته وشركاته بهدف الارتقاء بالأداء. قطاع الطيران المدني في السلطنة يشهد إعادة هيكلة كبيرة في مؤسساته وشركاته فالحمد لله الآن هناك مجموعة قابضة تقوم بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الشركات التابعة بالنيابة عن الحكومة تم إنشاؤها هي الشركة المجموعة العمانية للطيران وقام مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة لهذه الشركة وتم وضع الشركات العاملة الأخرى تحت هذه الشركة بما فيها الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات وسنقوم أيضا بتحويل المراقبة الجوية والأرصاد تحت هذه المجموعة والفكرة هو أن لا تكون هذه المجموعة هي من تقوم بالعمليات إنما تقوم بالتخطيط الاستراتيجي والمالي والاقتصادي للشركات التابعة جانب آخر
قمنا بفصل بعض العمليات من شركة الطيران العماني، وبالتحديد قمنا بفصل التموين والشحن والمناولة الأرضية، ووضعناها في شركة جديدة سميناها بشركة العمانية لخدمات الطيران. فبذلك يعني تقريبا نصف عدد الموظفين انتقلوا من الطيران العماني إلى الشركة الجديدة، وأصبحت هذه الشركة تابعة مباشرة للمجموعة، وبهدف أن يركز الطيران العماني بشكل أكبر على خدمات الطيران والجو بشكل مباشر، وذلك لخدمة المسافرين بشكل أفضل، وبتعزيز أيضا قدراته وأوضاعه المالية. كما أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للطيران المدني في السلطنة من حيث الرؤية والطموحات المستقبلية. أنهينا تقريبا إعداد استراتيجية وطنية للطيران المدني على مستوى البلد، ورفعناها إلى أو سترفع حقيقة في الأيام القادمة إلى مجلس الوزراء لمناقشته، وهذه يعني دراسة هي من تعطينا الخطوط العامة من الحكومة إلى شركات المجموعة، لماذا تريد الحكومة من الطيران وقطاع الطيران من ناحية الرؤية، الأهداف العامة، الطموحات المستقبلية، ووضعناها تقريبا يعني 10 سنوات قادمة بإذن الله. إلى هنا مشاهدينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع والتي قدمناها لكم من ولاية محضة بمحافظة البريمي. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل ومعد البرنامج عادل الحمداني، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج هلال المالكي. في أمان الله، إلى اللقاء. قيض الله لك اليوم رفيقا، قيض الله لك اليوم رفيقا، بارك الله لنا قابوس عمرا ملهما يزرع للأكوان فجرا، بارك الله لنا قابوس عمرا، بارك الله ملهما يزرع للأكوان فجرا، فله منا الثنا سرا وجهرا.